شايفة ان العيب عيب مدرسة ولا عيب برا؟ أزمة أخلاق، أزمة أخلاق من كله. لو كل معلم فعلا عنده ضمير مش هيلجأ للدروس الخصوصية كبديل. فأنا عايز أقولك تحديدا الثانوية العامة خربت بيتي، خلتني بيت العربية والديان، بس عشان ايه؟ اطلع او اوصل عيالي للهدف اللي هم عايزينه. هو المدرس لو اخلص في الحصه في المدرسه الطالب مش هيحتاج للدروس الخصوصيه. نفع دروس خصوصيه ولا لا؟ والله الدروس الخصوصيه سلاح ذو حدين. انا كمدرسه لو المدرسة بتأدي دورها الطالب مش هيحتاج لدروس خصوصية. يعني أنا كولية أمر الأول ابني عندي داخل على ثانوية عامة، حاليا في سنة تانية مش لاقية البديل. المدرسة بيروح مفيش، كله بيعتمد على الدروس الخصوصية. لو في بديل في المدرسة أنا أول واحدة مش هفضل الدروس الخصوصية، بس وفري لي البديل الصح. إيه هو البديل الصح؟ بظل الكثافات الكبيرة، بظل الاستهتار بتاع الطلبة، لأن أغلب الولاد اللي بيبقوا في الكلاس واخدين دروس، فالدرس ده مشرح لهم مرة واثنين وثلاثة، فبالتالي مش مستنيين كلمة المدرس، ودي نفس المشكلة اللي بواجهها كمدرسة، نفس القصة. الموضوع كله بقى دروس خصوصية أصلاً، دلوقتي مفيش تعليم ولا في دراسة ولا في أي حاجة من المدارس. الموضوع كله بقى معتمد على الدروس الخصوصية دلوقتي. لا. ليه؟ لأن يعني إجهاد لولي الأمر. وهو المدرس لو أخلص في الحصة في المدرسة الطالب مش هيحتاج للدروس الخصوصية. هو مبدأ مش حلو، يعني بيخلي الطلبة تستهتر في المدرسة وما يعني تعتمد أكتر إن هي تاخد درس فما تهتمش إنها تركز في المدرسة والكلام ده. والله من جهة موافق، هي حاجة يعني جاية غصب تمام، بس هي الفكرة يعني السناتر أو المدرسين بمعنى بلدي كده شوية جحدة بمعنى يعني انا واحد من الناس، انا كان عندي عربيه ماتريكس، عندي عقبه رجليه كنت جايبها يعني بتساعدني في المواصلات، بتساعدني بالحياه لاسباب كتير، بسبب الدروس الخصوصيه وضغط الدروس الخصوصيه. انا عندي اربع اولاد في التعليم، الاولانيه الحمد لله دلوقتي في داخله ثالثه كليه حقوق، الثانيه في ثانويه عامه، الاخيره في اولى اعدادي، الاخير خالص في رابعه. فانا عايز اقول لك تحديدا الثانويه العامه خربت بيتي، خلتني بيت العربيه واتدينت، بس عشان ايه؟ اطلع او اوصل عيالي للهدف اللي هم عايزينه. بس في المجمل انا مش شايف الثانويه العامه ولا التعليم، يعني البنت مثلا داخله حقوق بتطلع لو هتشتغل في الحقوق ماشي، للاسف ممكن تشتغل في مجال تاني خالص. الله يحفظك. يعني بالنسبه ان انا يعني كنت طالب برضو او تلميذ في وقت من الاوقات، انا يعني مش موافق على الدروس الخصوصيه. هي ممكن تكون تناسب بعض الطلبه اللي هم يعني ما بيستوعبوش يعني في المدرسه وكده، لكن هي انا لاحظت ان هي مضيعه للوقت، يعني برضو فيها مضيعه للوقت كتير. لو الطالب ركز في المدرسه ورجع استرجع دروسه يعني في البيت هيبقى تمام يعني، ومش هيحتاج للدروس الخصوصيه باذن الله. الدروس الخصوصيه هي آفه في المجتمع المصري من زمن كبير. اعتقد ان في الزمن اللي احنا فيه ده ودور الدكتور طارق شوقي في تطوير العمليه التعليميه، انا شايف ان هو دور قوي جدا في وقت احنا افتقدنا للسيستم ده من زمان. بس القصه بتاعت الدروس الخصوصيه هي عبء كبير على الاسر. اولا الطالب بدا يهمل المدرسه فبيتجه للدرس او السناتر اللي منتشره دلوقتي. شايف ان الغاء الحكومه للدروس الخصوصيه في الفتره دي هيأثر على بعض الطلاب بالسلب؟ هو مؤثر فعلا دلوقتي اللي معهوش فلوس ما بيتعلمش، والتعليم الحكومي دلوقتي راح في نسيبه، هو ماشي على الدروس الخصوصيه. انا مش عارف اقول ايه، الموضوع اصلا يوجع بجد. لو دور المدرسه فعلا فعال وهياخدوا كل المعلومات اللي هم محتاجينها، انا بالنسبه لي يا ريت، هيوفر علينا كتير جدا كاولياء امور.
يعني هو يعني عايزه اقول لك هو مخلص على الميزانيه كلها في البيت. انا كانوا اسود سنتين في حياتي بناتي الاثنين لما كانوا في ثانويه عامه ورا بعض، كانت مقاسات كل المقاييس، بس البديل ايه؟ كانوا بيروحوا المدرسه ما حدش بيشرح في المدرسه. طب انت شايفه ان العيب عيب مدرسه ولا عيب بره؟ ازمه اخلاق، ازمه اخلاق من كله. لو كل معلم فعلا عنده ضمير مش هيلجأ للدروس الخصوصية كبديل، بس برضو المدرسين والمدرسات معذورين لأن المرتبات بتاعتنا ضعيفة جدا جدا جدا. أنا كمدرسة ليا 25 سنة مرتبي ما كملش 2500، 2500 دول يفتحوا بيت ازاي؟ طب أنا مدرسة متجوزة ومسؤولة من راجل وبيت، وفي حد مسؤول عني، لكن غيري كمدرس زميلي في نفس تخصصي أو غير تخصصي في نفس دفعتي بياخد الألفين ونص دول، هيفتح البيت إزاي؟ أي هو يأثر لو ما يأثرش، لو اشتغل، لو المدرس نفسه اشتغل ما تأثرش، إنما طالما هو مش هيروح يقعد وما يشتغلش وبيقول على قد فلوسهم هنديهم، يبقى الطالب مش هينفع. لا بالعكس، كل واحد ممكن يلتزم، النت بقى فيه كل حاجة، يركزوا على النت ويركزوا في دروسهم، ولو حبوا يستفسروا عن اي حاجة جوجل فيه كل حاجة ممكن الواحد يوصل عن طريقه. والله زي ما قلت لحضرتك هي في ايد الطالب بقى، في الاول وفي الاخر في ايد الطالب، في ايد الطالب بمعنى لو اعتمد على نفسه واعتمد على المدرسة، بس برضو المدرسة ما بتطلعش اللي ايه اللي هو الطالب مفروض ايه يعني يستوعبه او ياخد منه اللي هو المطلوب. الدروس بتساعد بس للي معاه، اللي ما معهوش بقى معلش عيله يفشل او كده. في الوقت ده وبالنظام اللي احنا ماشيين عليه ما اعتقدش ان هو هيأثر، ولكن هي برضك زي ما بقول لحضرتك كده لازم يكون في توعيه بالاليه البديله للدروس الخصوصيه. لو احنا قدرنا نوصل للاسر ايه هي الوسائل البديله اعتقد ان هيكون في حل جذري لبديل للدروس الخصوصيه. طب شايف ان جائحه كورونا ساعدت الدوله ان هم يقفلوا السناتر ويلغوا الدروس الخصوصيه ولا لا؟ هاي ورايحة ولي الأمر، هي ضرت الشعب في المرض، ولكن رايحة ولي الأمر من الفلوس والدروس الخصوصية، لأن السنتر ما بيبقاش فيه واحد أو اثنين أو عشرة، ده بيبقى فيه الخمسين والمية. لا بالعكس، البديل ليها الدروس البرايفت في البيت. يعني هبقى كذابة على حضرتك لو قلت لك الدروس الخصوصية ما انتهتش، بالعكس برايفت شغال في كل البيوت سواء مجموعات صغيرة مجموعات كبيرة. يعني الطالب هيجيب ايه؟ طيب البديل ايه؟ المعلومه فين؟ يعني انا ابني اهو داخل على ثانيه ثانوي، يا ابني بدات مش هتذاكر؟ ماما لسه كل الدروس مش هتبدا دلوقتي، طب ذاكر على اليوتيوب. موضوع الاونلاين مش محفز للطالب. يعني انا دلوقتي طالب مش فاهم كلمه مساله في الفيزيكس او او الكيمستري، لازم يتواصل مع المدرس اللي قدام هيجيبها ازاي. شايف ان جائحه كورونا ساعدت الدوله ان هي تقضي على ظاهره الدروس الخصوصيه؟ بنسبة كبيرة لأن في حاجات كتير، معاد كورسات وقفت، في دروس وقفت، أماكن كورسات لأن كلها بتعتمد على أماكن ومجموعة كبيرة من الطلاب، فكورونا بتخلي مفيش تعدد في الناس فقللت الموضوع ده جدا. والله هو التجمعات مش يعني مش موجودة بس في السناتر أو في أماكن كتير، الدولة برضو يعني مش قادرة تسيطر على الجزئية دي بحكم معلش احنا مش هننشط في كل مكان عسكري أو كل مكان ضابط أو يعني فكرة في عدم برضو وعي من الناس. والله قصة كورونا هي جات فرصة ان احنا نجبر الاهالي على ان هم لازم يقتنعوا ان ده الالية الجديدة بتاع التعليم وان هو ده اللي جاي. احنا ما زلنا عند الخمسينات والستينات ان المدرس يخش يشرح واحنا نحفظ ونروح نحطهم في الامتحان، وبعد ما ابني بيخرج من الامتحان تسأله ايه اللي كان في الكتاب يقول لك خلاص انا خلصت انا حطيتهم في الورقة. اعتقد ان كورونا هي رغم التأثير السلبي اللي عملته على المجتمع اللي كان ليها ميزة ان الناس بدأت تقتنع وتشوف ان مفيش حل غير ده في نظام التعليم الجديد.